السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حصة جديدة من حصص التحضير لشهادة الـRCSI. اليوم إن شاء الله راح نشوف بإذن الله بعض من البرمجة باستعمال الباتش، كيفية استعمال الباتش في البرمجة، وهذا من أجل أتمتة ولا جعل التاسك أوتوماتيك. أوكي، الشيء الأول اللي لازم واحد ياخد باله منه في أنه أي فايل سكريبتينج لازم يبدأ بالداتش بانك. أوكي، بالداتش علامة، وبعدين تحط الانتربريتر اللي راح حاب تشتغل عليه، قادر يكون مثلا باتش، وقادر يكون نوع تاني. بعض الأحيان نقول اتش ايش ولا بايثون ولا شيء آخر، وهذا ما يسمى بالكوماند انتربريتر. أوكي، هذا الكوماند انتربريتر. بعدها هنا هو مجرد كوماند لاين سي ام دي. اوكي، معناتها اي وحده من هادو من الفايل تحطها على الكوماند لاين تشتغل عادي. معناتها انه من الافضل واحد مثلا يشوف اذا كان هذه الكوماند اصلا شغاله بدون فايل، بعدين يحطها على الفايل مباشره. لكن ركزوا على هذه، انه لازم باستعمال هذا اللاين ولا هذا السطر، يمكن ان واحد يكتشف نوع سكريبت اللي راح نشتغله عليه حاليا. اوكي، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني انه اي سكريبت راح تحطه، مثلا عملت له كرييشن بالفيم ولا بشيء ثاني، من الاحسن استعمال الفيم. اوكي، لانه يعطيك فيزيبيليتي، اكثر فيزيبيليتي على الكوماند. اوكي، مثلا تيست ونحط عليه اتش اتش، مش بالضروره تحط الاكستنشن، قادر نحطه مباشره تكست. اوكي، بعد لما نكمل لنا التحضير للفايل، لازم الشيء مباشره بعد هذا لازم ترجعوا executed، لأنه فهمنا احنا أنه البرميشن الهاي ليفل برميشن في السيستم بالنسبة للفايل هو 6 6، معناتها الإكس ما داخل في الحساب، الإكس ما داخل في الحساب. هذا الشيء الأول. وبعدين لما تجي تطبقه لازم تحط الباث كومبليت حتى للتست دوت اتش اش، ولا تحط تروح على الباث اللي فيه التست وتحط مباشرة تست دوت اتش اش. اوكي، هذا الشيء اللي تقدر تعمل به اكزكيوشن. لكن من الأفضل أنه واحد يرجعه يستعمله مباشرة تيست، وباش يكون في التيست لازم يكون داخل في أحد الفولدرات اللي يعطيهم لك الباث. أوكي، الباث، خلينا نشوف هذه على ال على ال مثلا انا عملت سميته نيو ls. اوكي، راح نحط فيه الشيء الاول بين باتش، والكوموند اللي مستحقها هي ls -l. اوكي، هذا هو سكريبت نتاعي.
أوكي، يمكن أنك الآن كان الملاحظة اللي حطيتها أحمد الباتش مباشرة تستعملها إذا ما حبت ترجعه إكزيكيوتر، إذا ما حبت ترجعه تزيد له الـ execute permission. هنا نقدر نستعمل مباشرة الباتش، أوكي. لكن إذا حطيت هاك new، شوف اللي ما كان new ls slash، ليش؟ لأنه إذا حطيت عليه ls mysql على الفايل نفسه راح تشوف أنه حتى واحد ما عنده، راح نزيد له الاكسكيوشن على نيو. وفي الحالة نتأكد من الإضافة، راح تشوف حتى تغير اللون تاعه. ولازم تشوف أنت أي مكان يمكن أنك تعمل له مباشرة نيو تاج، أوكي، ولا تعمل له نيو تاسك، هي نفس الشيء. الباث بالفول باث absolute path ولا بالrelative path. الشيء الثاني، إذا حبيت أنا الآن حب يرجع مباشرة touch add، هو أصلا هذا لما تعمل new ls، أوكي، هذا راح يجيبه من الباث. الكوماند اللي اليوزر هذا من يجيبهم؟ يجيبهم من هذا الفاريبل. معناتها اي فايل تحطه في سلاش هوم سلاش دوت لوكال بين، ولا حطه في البين، ولا كان في اليوزر لوكال بين، ولا كان ممكن اني، معناتها اذا حبيت يكون اكزكيوت، طب في هذه الحاله كامل الناس يقدروا يعملوا عليه اكزكيوشن، يوزر لوكال اس بين ولا يوزر لوكال بين، كل الناس يقدروا يعملوا عليها execution. بس إذا حبيت نكون لي فقط، لازم أتأكد أني عندي بين، ما عندي الفولدر بين، ندخل الفولدر بين ونتأكد من البايث أنه هذا البايث اللي مطلوب مني يكون عندي. أنا عندي هذا، راح نديله mv، نطلع نيو، نجيبه في ال، نعمل ls، نتأكد منه، نروح نخرج منه في مكان ثاني، شوفوا راح نروح مكان ثاني أصلا، وندير نيو ونستعملها عادي، ونستعملها عادي. هذه هي مجمل الطرق اللي ممكن أنك تستعملها من أجل تنفيذ أي سكريبت جديد. أوكي، واضح هذا؟ هذه المعلومات كثير مهمة، لأنه على حسب استعمال سكريبت، على حسب استعمال سكريبت يمكن تحط الطريقة اللي تعجبك، الطريقة اللي تعجبك. هذا فيما يخص بداية، لما نبدأ بهذا الشيء. راح نشوفه شيء ثاني الآن. شفنا الآن كاين شيء ثاني لازم تأخذ بالك، أنه أي لاين يبدأ بالشار معناتها كوماند، أوكي، إلا الأول شارت في أول لاين، إلا أول شارت في أول لاين، هذا شيء ثاني، أوكي، شيء ثاني، لأنه يمكن تتأكد من هذا بمجرد أنك في الكوماند لاين هنا تشوف الإيفكت متاع هذا الكوماند، يمكن تعمل مثلا ايكو انس تاس، هي من المفروض هذه ايكو تعمل لك
ديسبلاي نتاع الشيء اللي اعطيته بعدها، السترينج اللي اعطيته بعدها. في هذه الحاله اذا عملت هذه، هذا معناتها كوماند تيست، راح يكون ريزلت ولا شيء. اوكي، اذا حبيت نعمل انا ديسبلاي لهذا لازم تضيف شيء اخر، سلاش المعكوس. سلاش المعكوس معناتها تقول انه انا رايح اعتبر هذا كحرف عادي ليس له علاقة بالباتش، لانه الشارب في الباتش عنده معنى، من اجل استعماله كحرف يمكن استعمال هذا. ولا في شيء ثاني يمكن تحطه بين مباشرة هذا. اوكي، خذوا بالكم بين الكوت واحد ومش اثنين، اثنين تولي شيء ثاني. اوكي، هذا مثال لاستعمال سبيشال كاركتر عندنا. اوكي، راح نشوفوا شيء ثاني اللي ممكن نتحدثوا عليه كذلك. التست. اوكي، شيء ثاني اللي تحدثوا عليه تيستينج في الباتش. تيستينج في الباتش اما تستعملوا تيست واللي هي كوماند في حد ذاتها، اوكي، ولا تستعملوا المعكوس. اوكي، هادو نفس الشيء، هذا وهذا نفس الشيء. حتى لو تروح تعمل مثلا ويتش تيست راح يجيب لك انها كوماند عادي، يجيب لك انها كوماند عادي. مثلا اذا حطيت انه تيست صفر مثلا great 5. اوكي، ونعمل enter، هذه ما راح تعطيك result. اوكي، ما راح تعطيك result. علشان تشوف الريزلت نتاعها لازم تعمل display على دولار علامة استفهام. هذه معناتها اعطيني الريزلت هذا، اذا كانت صحيحة راح تعطيك صفر، إذا كانت خاطئة راح تعطيك عدد من غير الصفر، إذا كانت خاطئة راح تعطيك عدد غير من الصفر يكون محدود بين 1 و 255. أوكي، هذا نوع من التست. ويمكن نفس هذا اللي عملتها أنا مثلا تست أعمل تيست great 5، يمكن نعمله بنفس الشيء لكن بدون استعمال تيست. حل هنا نزيد الصفر وان great 5 وتمام. خذوا بالكم من سبيس، خذوا بالكم من سبيس، لأنه هذه في الباتش تعتبر كوماند، تعتبر كوماند، هذه كوماند. اوكي، وبعدين يمكن تعمل ايكو على الدولار وتشوف ال اوكي هل في اسئله لحد الان؟ لا، تست شيء ثاني، تست هذا على الفاليو مش الريزلت. هذا يمكن نحطه في اف، دوك نشوفوا هذا، هذا الريزلت يمكن نحطه انا في التست. مثلا اذا حبيت نشوف انه سترينج اللي اعطيته هو فاضي ولا لا، فيه حروف ولا ما فيه. مثلا عندي عملت name
ايكول ارى السياسة، اوكي، وبعدين اعمل عليها مباشرة تيست ماينس زد، واعمل هنايا مباشرة دولار نيم، اوكي. هذه وش معناتها؟ معناتها تيست انه هذا فيها حروف ولا ما فيهاش، اوكي، والريزلت نتاعها هو اللي نعمل عليه تيست. معناتها هذا كله نحطه في اف وهو يعطيني اذا كانت صفر هاد وش نعمل، اذا كان من غير صفر وش نعمل، ولا ما يسمى بالكونديشنال ستراكشر. في هذه الحالة إذا حبينا نعمل نفس الشيء بالإيف، الإيف عندها نفس السنتاكس كما في البرمجة العادية، في البرمجة العادية معناتها تعمل إيف وهنا تحط الكونديشن تاعك، ومن بعدها تعمل ذان. خذوا بالكم من هذه هنا، هذه الكونديشن هذا قادر يكون تيست مثلا وقادر يكون عادي، احسن تستعمل هذا، اوكي، يمكن نستعملها انا ونشوف اذا كان هذا عندك فيها تيست ولا ما عندك، اوكي. هذا اللي يخليك مثلا اذا خذينا، راح ناخذ اكزامبل لينا نشوفه هنا، اغير الشاشة. ديروا شيء اللي معروف، احنا شفنا انه مثلا نقدروا نعرفوا ان سيرفيس طالع ولا لا، ستاتوس اتش تي بي دي، راح تشوفوا انه هذا السيرفيس مشغل. مش راح نزق، شفنا كنا تكلمنا انه كاين فيه البوسيبيليتي انه نشوف اذا كان شغال ولا لا اس اكتيف. والحاله اللي كنت تشوفوا فيها انا عندي هنايا، من المفروض اني نعمل مباشره execution هذا. إذا عملت هذه inactive وعملت echo دولار ما عطتنيش صفر، معناتها is active no، كان كانت very لا right، معناتها هذه تولي اكتيف وهنا الريزلت يكون زيرو. خلينا نشوفوها مع بعض، راح نديروا له ستاف ستارت اتش تي بي دي، ماسكت سيستم ستيال ان ماسك HTTP دي، اوكي، ونديروا له ستارت. راح نروح ونشوفوا تيست من جديد، ساكتيف اكتيف، ونشوفوا الايكو راح يعطينا الصفر. شو معناتها؟ معناتها انا اذا عملت تيست على الصفر، معناتها اذا خرج لي صفر معناتها انه ال HTTP دي شغال، اذا ما خرج ما هو شغال، اوكي. راح نعمل له ستوب من جديد ولا عمل تيست، إذا كان شغال راح أعمل له ستوب، أوكي؟ أنا وش ندير الآن؟ يمكن أنا أستعمل الإيف، أوكي؟ الإيف هذا شو راح نحط فيه؟ تست على عادي على دولار، ونحطه إذا كان not equal at zero مثلا
شو معناتها هذه؟ ولا تعمل، خلينا إذا كان ايكول معناتها هو شغال، ندير دان، نقول له اعمل لي ستوب لي سيستم ستيال ستوب HTTP دي اوكي، وبعدين اعمل الاند اوف اف. اذا عملت سيستم ستيال ستاتوس HTTP دي راح تشوفوا باللي السيستم شو عمل، راح اعمل عليه ستوب. علاش؟ لانه هنا لما عملنا التست خرجت انها ايكول تساوي الصفر، معناتها اذا كانت ما تساوي الصفر معناتها راح ندير ستوب. اذا عملت الان نفس الكوماند شوفوا كيش حطها ما راح يسرى شيء. اوكي ايلس هنا نقدر ندير الان انا ايلس اوكي دولار علامة تعجب احمد معناتها الريزولت نتاع الكوماند، اخر كوماند الريزولت نتاع الكوماند اللي عملتها. هنا ما راحش ندير فان، راح ندير ايلس. اذا ما كانش، اذا كان طالع نعمل له ستوب، اذا ما كانش طالع نعمل له ستارت. ثم هذا الكوماند راح تشتغل في كل الاحوال. اوكي ستارت، وبعدها اعمل ستاتوس اور سن. كون نعاود لها status stop. اوكي فهمتوا هذه شويه ولا؟ الان انا وش راح ندير؟ راح نجيب هذا ونحطه فايل فيم ويب فور اكزامبل. اوكي وهنا نبدأ بالشيء اللي تفهمنا عليه اللي هو البين باتش، ونحط انا هذا كذا. هي من الاحسن نفس الشيء، نفس الشيء مثل من احسن واحد يكون عنده تنظيم ينظمه طريقة انه يكون عندك مثلا هذا الالز، وهنا يكون عندي ويمكن تنظمها بهذه الطريقة. مش واحد يعرف أنه هذه معناتها، ويقدر واحد مثلا نزيد هنا يا نزيد هنا يا شيء إيكو starting stopping هنا يا اباتشي. اوكي وفي الثانية راح نجي لهنايا بنفس اوكي نسيت شيء هنا نقدر نقول نفس الشيء starting ولا هنا يا سيبون درناها مراها مرا ال start. اوكي ونحط اوكي قل هنا يا في هذه الحالة ما فهمت خالد وش معناتها انه هنايا انا هنايا في
هذه هنايا انا مازال ما درتش الكوموند. الكوموند لازم تحطها لهنا، اوكي لازم تحط الكوموند لهنا. احنا راح ندير حطينا الاف برك، مازال ما حكيناش اسكو هذا الاف يخدم ولا ما يخدمش. اوكي راح نزيدو هنايا، تزيد سيستم CTL system CTL is active HTTPD، ولازم كل شيء نبعته على slash dev slash slash dev slash new. مش ما يعطيناش هنايا افيشال، لا اكثر ولا اقل. اوكي هذه شفناها من قبل، ونفس الشيء اذا في ايرور راح يبعثها على سلاش دف سلاش. قلت له اذا فيه ايرور ابعثها على نفس مخرج الديسبلاي العادي اللي هو سلاش دف سلاش. اوكي نروحوا نشوفوا حاليا، راح نعملوا له باتش مباشرة من غير الاكس كي على سميناه ويب. اوكي starting اباش، اذا تأكدت state is active httpd راح يقول لك active. Stopping Apache is active. وهذه طريقة تعمل تخليك تعمل automation. هذا الاوتوميشن اللي كانت الناس تستعمله قبل ما جاء أنسيبل. هذا الاوتوميشن اللي كان متفق عليه. هذا الاوتوميشن اللي كان متفق عليه. الدولار الدولار مثلا إذا عملت أنا cat web.h ونعمل ايكو على دولار، هذه وش تعطيني؟ سمعت البرمجة وش تعطيكم دولار باتش البارامتر. اوكي تعطيكم البارامتر، تعطيكم البارامتر. وشو اللي تعطيكم العدد البارامتر؟ شو أعطاك هنا؟ ما أعطتني شيء. هنا إذا حبيت ندخل بارامتر هي من الأحسن أن ندخل للويب ونجعل هذا الشيء هنا يا دولار واحد، هو معناتها البارامتر الأول. اوكي البارامتر الاول وهنايا تولو تخدمو بروغراماسيون عادي، معناتها انت هنايا قبل لا تدير دير اف دولار ايكول ولا دير نوت ايكول zero then يدير هاد يقوم بهذا العمل كامل. else يقول لك لازم تدخل البارامتر اللي بعد. اوكي لازم تدخل البارامتر اللي لازم. اوكي هذه
مش تعطيكم نظرة على الـ على الـ الآن إذا عملنا مثلا باتشوير، نعطيه HTTPD راح يديك ستارتينج اباش. إذا رحت أعطيته في SFTP فايلت تو ستار في SFTP init وعاود وش راح دار في الالس، دار ستارتينج عاود للاباش. اوكي حوس يدير ستارتينج للاباش. هذا المشكل في البرمجة، انك اذا اطلقت العنان لمخيلتك يمكن من برنامج بسيط تروح البرنامج ولا الواحد اصعب. اوكي يكون اصعب، وكل ما كبر البرنامج ولا عدد السطور في البرنامج التحكم فيهم يكون صعيب. ما هذه المفروض هذه كل الناس تعرفها، لكن وجب الإفادة بها. أوكي وكاين عندكم كذلك if then else if then والالس، معناتها هذه complicated على الالس ده. هذه كي يكون عندكم أكثر من condition، كي يكون عندكم أكثر من condition. نروح نشوفوا شيء ثاني الآن اللي هو خلينا نرجع لل أوكي نروح نشوف شيء ثاني اللي هو iteration ولا ما يسمى ب ايتنس، يستعمل كي يكون عندكم اكثر من ايتنس. هو الاكثر استعمالا مثلا طلبوا منك انك تعمل كرييشن ل20 يوزر. اوكي معناتها راح تعمل انت من المفروض انك تعمل يوزر هاد على من 1 حتى ال20 يوزر، وهذه تصبح كتير صعيبة إذا كان العدد كبير. في هذه الحالة من الأحسن أنك تروح للفور. الفور هي نفسها الفور اللي تعرفوها، فور وتعطي الفاريابل مثلا اي ولا شيء ثاني، ولا تحط هنا مثلا يوزر ان وتحط اليوزر العشرين تاعك اللي هنا، وكي تكمل تحط الفاريابل دو. اوكي وتحط بعدها اليوزر اد وهنا دير دولار يوزر. اوكي دولار يوزر وتكملها بدون. اوكي هذه بصح لازم تحطهم واحد وواحد هنايا بالسبيس بينهم. وفي ثاني شيء يمكن اليوزر اذا كان عندهم عامل مشترك اللي هو الرقم ولا شيء ثاني، إذا كان عندك يوزر 1 حتى ال 20 هنا راح تكون 4 تغير وتصبح 4 دائما يوزر in. هذه المرة راح ندير يوزر ونحل معكوفة وندير 1 2 3 4 إلى غاية 20. أوكي دو وتزيد تكمل الباقي. هذه إذا كان عندك العدد الأرقام متجانس في هذه الحالة، هذه من الأحسن أن تروح عندك for user in user لغاية 20 مثلا. اوكي احمد يوزر اد يوزر دوت تي اكس تي، لازم تكتبهم واحد بواحد، 20 واحد وكل واحد في سطر. انت زدت على روحك خدمة اكثر من الخدمة اللي راح ديرهم باليوزر اد مباشرة احسن لك.
اوكي، من الأحسن أنت إذا حملت هذه، راح نعطيك الآن استعمال، لكن استعمال الفايل هذه الحالة من المفروض أنك تعمل فور أوكي وتحط لا فور يوزر إن وتعمل هنايا كات على اليوزرز txt مثلا. هذه ثانية طريقة ثانية، لكن البرمجة كما تعرفوها البرمجة يمكن أنك تطلب نفس العمل من 20 مبرمج يمدوا لك 20 حل اللي يوصلك نفس النتيجة، ما هيش شيء اللي، لكن الأفضل هو اللي يكون من حيث الأوبتيميزيشن، من حيث الأوبتيميزيشن هذا اللي خلينا نشوف. مثلا إذا كان عندي هنا أنا حاب نعمل يوزرز غير اللي يتمشوا مثلا من 2 حتى 20، 2 4 6، هنا في شيء ثاني نستعمله عوض ما نستعمل هذه، نستعمل إن أوكي دائما هذه اللي تعطينا الريزلت نتاع كوماند، ونعمل سيكونس من 2 حتى 20 ونقول له أني لازم تمشى لي باثنين أوكي، وتزيد تكمل الشيء اللي تستعمل فيه اللي حاب تستعمل فيه أوكي. هذا مثلا إذا خذينا، إذا حبينا ناخذ مثال أحسن، خلينا نشوف أحسن واحد بالـ RPM. أنا من المفروض أني إذا عملت RPM أوكي ماين كي أوكي جراب مثلا HTTPD أوكي يعني راك تشوفوا عدد الفايلات اللي انا اللي يهمني مثلا انه اللي يبدا فقط بال HTTP اوكي. هذه بعد نشوفوها في الفايل، ولازم تكون فيها عدد مثلا اللي هو 2. هنا تجيبوا مثلا هاك، خلينا نشوفوا هذا اللي هو 2 مثلا. هذه انا هذا راح احطه في مع فور. كيف تستعمله حاليا؟ كيف تستعمله؟ تستعمله بالطريقه الاتيه. ما فهمتش هذه 22 2، ما فهمتهاش وش القصد بها. ان هنا ناخلو مثلا packages in ونعمل هذه. هذه وشو معناتها؟ معناتها اني رايح نجيب اوبس الريزلت نتاع كوماند، الكوماند اللي استعملتها هي هذه، نحطها هنا مباشرة اوكي. هذه هاك راح نعمل دو مباشرة ونعمل ايكو دولار كيجز انستال اوكي، وبعدها نعمل دون. هذه طريقة سهلة، جاب لك HTTP انستال مباشرة اوكي. هذا مثال اللي اعطيته على هو من المفروض ان واحد يكون عنده المبادئ فقط، ما راحش تستنوا مثلا في امتحان انه راح يكون برمجة بطريقة
سكريبت صعيب ولا راح يتأكدوا أنك تعرف عندك مؤهلات أنك تكتب ولو سكريبت بسيط، أوكي؟ ولو سكريبت بسيط. هذا فيما يخص سكريبت، هذا فيما يخص سكريبتينج. الحاجة اللي نستعملوها كثير في سكريبتينج هي بعض الأحيان نستعمله الجراب، ونستعمله الفايند، ونستعمله لوكيت. خلينا نحضروا نتكلموا في البداية عن الفايند واللوكيت، شو الفرق بيناتهم. هي تعمل لك سيرش على السيستم، تعمل سيرش على السيستم فايل مثلا، عمل له لوكيت تيست، حيقول لك انه اصلا ما في. لو كان ندير نفس الشيء name test، راح تشوف انه جاب لك شيء، معناتها هذه كان خاصها شيء ما بتعمل. هذه اصلا احسن من find في شيء واحد فقط، سرعة ايجاد المعلومة. لانه test في locate تستعمل بازلوني update db، راح اعمل update db حاليا واعمل لوكيت من جديد. شوف شو جابت، واحسن من لا. كل ما كان فيه تيست جابته. شوف بالنسبة لل هذه اني جابت لك كل الاكل اللي فيها تيست بس في الفايل. اذا كان تيست هنا في الوقت وصل، لا الفاينل تيست، الفاينل هو التيست. ومن الأحسن أنه تحوسوا في الإنترنت على كل ما يتعلق بفايند. فايند مطلوبة كثير في الأدمين سيستم، فايند مطلوبة كثير في الأدمين سيستم بصفة عامة، حتى في الروتين اليوم. هذه فيما يخص لوكيت وفايند. أما جراب، جراب نستعملوها عشان نشوفه، نعمله فلتر على الريزلت ولا فلتر على محتوى فايل، ولا نستعمله لا. مثلا الاكثر عملت انا مثلا جراب ايرور فلاش بار لوج مساج. شو معناتها؟ معناتها اني خرج قاعد اللي فيهم ايرور، اوكي. يمكن واحد حتى يضيف الماينس اي، الماينس اي وش تعمل؟ جيب لك حتى لو كان فيه ايرور مكتوب بطريقه ثانيه بحرف كبيره او صغيره او خلط بينهم، يجيبها ما عندك مشكل فيها، اوكي. ونشوف الريزلت دبليو سي ماينس ال من غير الاي وبالاي، شوفوا مش نفس الريزلت، اوكي. العكس يمكن نستعمله كذلك الماينس في. الماينس في وش تعطيك؟ الماينس في تعطيك العكس، اوكي. هنا يعطيك العدد لاين اللي ما فيهم كلمه ايرور، اوكي، اللي ما فيهم كلمه ايرور. بعض الاحيان نستعمله كذلك معاها مثلا، خلينا نشوف شيء ثاني. هذه وشو اعطتك؟ تعطيك كل الكلمات ولا الجمل اللي تبدأ بالإي وتكمل بالآر، تبدأ بالإي وتكمل بالآر، أوكي. لكن في شيء واحد، إذا ما الاي ار بحد ذاتها، اذا كان في اي والار معناتها ما بينهم شيء، ما تجيبها، لانه هذه معناتها على الاقل كاركتر واحد، على الاقل كاركتر واحد. اذا حبيتها تجيب لك كل شيء، هذه الحاله تزيد، اوكي. تشوفوا هنا تغيرت الحاله، اوكي، تغيرت الحاله على الاول، تغيرت حاله على الاول، وراح تجيب لك كل اللي يبدأ من الإي حتى للآر، وتعطيك نبذة عن وش صابت، أوكي.
حتى وش فيها الداخل. وهذه فيما يخص كنا شفنا أصلا أنه فيه مثلا أنك تستعمل هذه لتبدأ بالإيرور، معناتها كل إذا حاول نشوفه أحسن إذا عملت روت مثلا على سلاش OTC pass WVD راح تصيب. أنا أقول له أنا مستحق بس اليوزرز، اليوزرز معناتها يبدأ بال تبدأ اللاين يبدأ بكلمة روت. نشوفه example تاني، إذا هذه راح نقول باللي سؤال هذا اللي نجاوب عليه بهذا الكوماند لاين اللي هو أعطيني جميع اليوزرز اللي ما عندهم possibility أنهم يعملوا login. شفناها العمل login معناتها يكمل بالنو login، وعمل هنا يا هنا يا معناتها راح يجيب لك كل lines اللي يكملوا بالنو login. نزيد لها minus w 5 w. هنا نقدر نستعملها في scripting. عدد اليوزر هو 43 يوزر، عدد اليوزر هو 43 يوزر. خذوا بالكم إذا عملتوا minus v راح تجيب لك العكس، والعكس ليس معناه الناس اللي يقدروا يدخلوا للسيستم، مش معناه الناس اللي يقدروا يدخلوا للسيستم، لأنه إذا شفت الريزلت راح تشوف فيها الباتش لكن في سينك، في شت داون، في هالت. ما إذا حبيت تشوف الباتش من الأفضل أنك تقول أنه الناس اللي عندهم باتش تكمل كلمة باتش، أوكي، ولا تكمل بكلمة اتش اش أنه فيه الباتش وكاين اس اش، ثاني هو نوع آخر من الشال. كل الشال يمكن تجيبوهم من هذا الفايل، الشيء اللي كاينين تشوفوا باللي كاين فيها possibility يكون اس اتش وحده عليها. انا حطيت عوض الباتش، الباتش راح يجيب لك بس اللي عندهم باتش، لكن الاتش اتش راح يجيب لك اللي عندهم باتش واللي عندهم الاتش اتش كذا، اوكي. هذه فيما يخص استعمال بعض الأحيان نستعمله كذلك grab مع minus i. minus i وش معناتها؟ معناتها after recurrence، وينصاب الشيء اللي أنت تبحث عليه يعطيك بعده مثلا اثنين line أخرين. نعطيكم مثال، احنا الإيماس كنا نغيروه نجيبوه من البروفايل، لكن هنا الإيماسك أوبس هنا تشوفوا ما جابليش شيء. راح نقول له أني جيب لي اللي قبله بلاين واحد. شوفوا النتيجة الآن كي صبحت، جبت التست بنفسه، التست نفسه قلت له تصيبها جيب لي لاين قبلها، وهذه صعبها لاين قبلها هو ألز، وهذه صابها اللاين قبلها وهذه. لازم تتعامل معها بذكاء، لكن هذا صابها هنا ياخذوا بالكم، لكن قبلها كان كاين الفي. اذا حبيت انت تنحي هذه من الحساب، من المفروض انك قبل تعمل جراب على ماينس في اللي يبتدوا بال Yes. شوف، وهذا تحط عليه الجراب minus b 1 ل اي ماسك، وهنا راح تجيب الريزلت واحد، الريزلت بس اللي هذا نحطه مثلا في فايل، نحطه في فايل اللي نسميه ماسك
دوت اتش اي، وندخل هنا ونغير في الاي ماسك اللي راني حاب. عوض ما نخدم سكريبت فروم سكراتش، نتعامل مع السيستم بذكاء. هو اصلا عنده واحد، نجيبه انا ونغير فيه، نجيبه. هذه معناتها الان ذا لازم تكون هذه محققة وهذه محققة فقط للإشارة فقط. هذه كان أعطيكم بس بعض الأشياء اللي واحد يمكن أنه يستعملها مع أوكي. هل فيه أسئلة أخرى فيما يخص اللي شفناها اليوم؟ It's same, it's same, it's same. هذيك طريقة كتابة قديمة برك. لا الفونكشن مش حكاية اليوم، الفونكشن مش حكاية اليوم اصلا، ما كانش في الكورس. اوكي الفونكشن ما كانش في الكورس، باش يكون عندكم بس عليها. الفونكشن ماهيش داخله في ال اوكي، فونكشن ما داخله في ال لان مثلا انا اعطيك مثال سهل تاع الفانكشن باش ما خليوهاش في خاطرك. خلينا نشوفو ما فهمتش اكزامبل كيفاش جودي عبد الغاني اكزامبل ما فهمتش السؤال تاعك أستاذ. يعني في الإكزام للتاسك اللي راح يطلبوهم منا لا سكريبتينج. لا ما عندي حق أتكلم على الإكزام جودي. مشكور مشكور أستاذ، بارك الله فيك. فيم مثلا سيمبل دوت اتش ايش فيم بارش ونحطه function. هي من المفروض اني host name هذه ما غادي يكون عندها parameters اوكي، وتحط بدايتها ونهاية هذا الفانكشن اوكي، وهنا تحط اي مثلا host name اوكي. هذا مثال ل سمبل فانكشن. بعد نجي لهنا، بعد نجي لهنا مثلا ونعمل مباشرة ايكو my host name is، وتحط مباشرة الاسم هذا اللي حطيته هنايا تحطه ما تنساش لانه راح اعمل عليه اكزيكيوشن. اكزيكيوشن معناتها دولار باتش سيمبل اي هوست. اذا عملت هوست نيم مباشره اذا عملت فانكشنز لا هذه ماينس هذه معناتها اللي تبدا اللي تبتدي ب مثلا اذا عملت جراب باتش معناتها جيب لي كل لاين اللي تبتدي بال باتش. إذا عملتها هيك كل اللاين اللي تكمل بالباتش. إذا عملتها هكذا شو معناتها؟
شو معناتها هذه؟ فيها just batch، فيها غير batch، فيها just batch. اوكي، ان شاء الله تكونوا استفادتوا من هيك الحاله اللي الشيء اللي لازم تدو انه من الاوبجكتيف تاع الاكزام انه واحد يكون عنده معلومات عامه عن السكريبتينج، مش ديب نولج في سكريبتينج. هذا الشيء اللي نقدر نعطيهم لكم.